الإجراءات الأمنية في بغداد على أشدها. معلومات استخباراتية عممت على الجميع تفيد باحتمال تنفيذ مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية لهجمات انتحارية. وعلى الحواجز تختصر حكاية هذه المرأة التي تتسول غير عابئة بخطر تعرضها ووليدها للإصابة بفيروس كورونا الأزمة الاقتصادية الكبرى التي تعصف بالبلاد. يكاد الشارع العراقي يفقد أي أمل بتحسن أوضاعه. ما عندي أمل، ما عندي أمل، لا بذول، ما دام هاي الوجوه الكالحة نفسها باقية فما عندنا أمل أن يحققون شيء للعراق. يعلق الرجل على الأخبار التي تتسرب من كواليس تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي. أخي نفس المحاصصة، 6 للسنة، 4 الكرد، البقية للشيعة، المدراء، الوزراء، المدراء عمين. هو ايش راح يسوي الكاظمي؟ إلا أنا أقول لك الجوز يأخذها وينقلب عليهم انقلاب عسكري، يعني أيده بهذا الشيء. رسميا لم يعلن فشل الكاظمي بتشكيل الحكومة بعد، لكن العقبات تزداد أمام ولادتها التي كانت متوقعة هذا الأسبوع. أبرزها كان موقف ائتلاف دولة القانون الذي رفض التشكيلة الحكومية التي عرضها الكاظمي على الكتل السياسية، ويأمل أن يحذو حلفائه حذوه. طبعا بالنسبة للتحالفات اللي تحدثنا عنها، إن كان السيد الحلبوسي أو الكورد أو الفتح، كلهم عندهم يعني مؤشرين هؤلاء الأشخاص الفاسدين اللي موجودين بالكابينة الوزارية، يعني اللي مقدمة. فأعتقد، ما أعتقد اليوم أكو نائب أو كتلة سياسية تقدر تصوت على مثل هكذا أشخاص. طبعا وإذا ذهبوا لمجلس النواب أكيد، يعني أنا متأكد راح يسقطون بالتصويت. لم تقل بقية الكتل الشيعية الكبرى في البرلمان كلمتها النهائية بعد، لكن هشام الهاشمي المطلع على مجريات المفاوضات يقول إن سببا آخر يقف وراء رفض ائتلاف دولة القانون للأسماء التي قدمها الكاظمي. أنا أظن أنه دولة القانون مشكلة انسحابها من تأييد حكومة الكاظمي بسبب أنها لم تعطى التشاركية في داخل الحكومة بما تريد هي، فهي تريد وزارة الداخلية، لكن باقي السباعية الشيعية هم مع إعطائها الخارجية وليس الداخلية. فالخلاف ليس مع شخص الكاظمي، وإنما الخلاف داخل البيت السياسي الشيعي. لم تلغى الدعوة التي وجهها رئيس البرلمان للأعضاء للحضور إلى بغداد، والجلسة لا تزال مجدولة أقله حتى الآن لتنعقد الثلاثاء. الاثنين المفترض أن يأتي عدد ليس أقل من 290 نائبا إلى بغداد بسبب ظروف جائحة كورونا. قد يتخلف البعض، لكن تخلفهم لا يكسر النصاب. الثلاثاء سوف يكون التصويت على الكابينة، معظم رؤساء الكتل مع تمرير الكابينة عدا 4، وهم السيد المالكي، السيد علاوي، وجمال الكربوري، بالإضافة إلى بعض رؤساء الكتل المكونات الصغيرة التي لم تعطى وزارة من الأقليات. هذه المسؤولية اختبار وطني. يحتاج الكاظمي ل 51% من أعضاء البرلمان الذين يتوقع أن يحضروا الجلسة إذا ما استقبل النصاب لتمرير حكومته، وهو رقم لا يزال بالإمكان تأمينه ما لم تعلن كتل كبرى رفضها النهائي للتشكيلة. أمر إن حصل فيتوقع أن يكون بهدف الإبقاء على حكومة عادل عبد المهدي بحسب ما يعتقد كثيرون من السياسيين العراقيين. بقاء عبد المهدي مهما كانت الخيارات هو أخطر من أي خيار. بصراحة اليوم مظاهرات احتجاجات تشرين هي صافرات انذار وتنبيه للطبقة السياسية، لذلك إذا لم يتدارك الأمر فإن نهايتهم ستكون حقيقة قريبة وربما تكون مأساوية. يبقى المؤكد أن الخلافات التي حالت وتحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ 5 أشهر هي في جوهرها داخل البيت الشيعي العراقي الذي بدأ يتصدع على نحو غير مسبوق، ويخشى أن يتحول إلى شقاق في ظل التجاذبات الإقليمية والتحديات الداخلية التي يمر بها العراق. فراس كيلاني، BBC.